تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، النموذج السادس، سنقوم بحله معا. السؤال الأول: أكمل الحديث الشريف التالي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ، أحسنتم، وأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء، واصل، خرجت خطاياه، أحسنتم، خرجت خطاياه من، جيد، جسده. نعيد قراءة الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. ننتقل إلى السؤال الثاني: اذكر أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى. من أسماء الله الحسنى نذكر أربعة أسماء، نبدأ، أحسنتم، الخالق، جيد، نواصل، اسم ثاني، أحسنتم، القادر، اسم من أسماء الله الحسنى، كذلك يوجد، جيد، الواحد، أحسنتم، نواصل، الرازق، كلها من أسماء الله الحسنى. نراجعها: من أسماء الله الحسنى الخالق، القادر، الواحد، الرازق، ويوجد أسماء أخرى كذلك، المطلوب أربعة فقط. السؤال الثالث: أذكر أربعة أركان من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، نذكر أربعة منها. نبدأ من أركان الإيمان: الإيمان ب، أحسنتم، بالله، واصل، و، ركن الثاني، وملائكته، ركن الأول، ركن الثاني، ركن الثالث، إيمان بالله وملائكته، نواصل، و، أحسنتم، كتبه، كتبه، وركن الرابع، جيد، رسله، نراجع أركان الإيمان الأربعة المطلوبة. اذكر أربعة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الركن الأول، الثاني، الثالث، أربعة أركان مطلوبة كتبنا. السؤال الرابع، وهو إكمال الصورة، إكمال ملء صورة الماعون. صورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي، بالدين، أرأيت الذي، أحسنتم، يكذب بالدين، يكذب بالدين، فذلك الذي، أحسنتم، يدعو اليتيم، يدعو اليتيم، ولا، جيد، يحض، ولا يحض، نراجع، أرأيت، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على، أحسنتم، طعام المسكين، طعام المسكين، فويل، جيد، للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن، جيد، صلاتهم، فيهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم،
جيد، يراؤون. و أحسنتم، يمنعون الماعون. يمنعون الماعون، صدق الله العظيم. نراجع قراءة سورة الماعون. سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.